رادار الأخبار يواصل استعراض ملفاته. فقرة رادار 360 درجة مع روبير. مساء الخير روبير. مساء الخير فضيلة. طبعا سنتحدث عن لقاحات كورونا التي ينتظرها العالم والفرق بين سعرين. يعني الموضوع سيطول شرحه معك اليوم روبير لنفهم هذه المعركة حول تسعير هذا الدواء. هي عقود وقعتها واشنطن قبل أشهر مع شركات الأدوية تظهر فرق 11 دولار كحد أدنى عن كل لقاح بين لقاح شركة موديرنا ولقاح شركتي فايزر وبايو إنتك. لم تمضي ساعات قليلة على إعلان شركة موديرنا الأمريكية نجاح أبحاثها السريرية في التوصل إلى لقاح فعال ضد كورونا قبل نهاية العام، حتى أطلقت وسائل إعلام بريطانية حملة ضد الثمن المتفاوت الذي تسعى واشنطن بموجبه لطرح اللقاحات التي قد تتوصل إليها قريبا. وكشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن شركة موديرنا تخطط لتسعير اللقاح المحتمل من 50 إلى 60 دولار لكل جرعة مقابل جرعتين ب 39 دولار بموجب صفقة أبرمتها واشنطن مع شركة فايزر والشريك الألماني بايو إنتك، أي أكثر ب 11 دولارا على الأقل و 21 دولارا على الأكثر للقاح موديرنا من لقاح شركتي فايزر وبايو إنتك. وتشير التسريبات إلى أن السعر الذي اقترحته موديرنا سيطبق في العقود مع الولايات المتحدة ودول أخرى ذات مداخيل عالية. روبير، لماذا هذا التفاوت في أسعار هذه اللقاحات؟ يعني ألا يفترض أن تكون يعني ذات في متناول الجميع بالأحرى؟ وصحيح هذا السعر متفاوت بين جرعة للقاح وجرعتين من لقاح آخر، وهذا ما تخشاه الحكومات التي أبرمت عقود شراء لجهة الأرباح الطائلة التي تتطلع عليها الحكومات الكبرى فضيلة، والتي تجعل اللقاحات باهظة الثمن أقله في العام الأول لإنتاجها. الثابت والأكيد أن بنود العقود الموقعة سرية جدا، هي تتصل بضمان أرباح الحكومات التي استثمرت في الأبحاث. فالمتحدث باسم موديرنا أكد أن الشركة تجري محادثات مع الحكومات بشأن التوريدات المحتملة للقاح الذي تنتجه الشركة الأمريكية، لكنه امتنع عن الكشف عن أي تفاصيل بشأن سعره المحتمل بسبب سرية العقود، فيما تعتبر شركات منافسة بأن موديرنا لم تعلن سعر لقاحها التزاما منها باتفاقات سرية وقعتها مع الحكومة الأمريكية. فواشنطن التي قدمت نحو مليار دولار لشركة موديرنا لدعم أبحاثها وتجاربها السريرية لتطوير لقاحات ينتظرها العالم، أبرمت عقودا طويلة الأجل تضمن للحكومة الأمريكية ضمان أرباح طائلة من اللقاحات التي ستباع أولا للدول الغنية. من الواضح بأن هناك سباق على التسعير وبيع هذه اللقاحات، ولكن حين نعرف بأن كلفة الأبحاث أيضا مهمة، يعني قد نفهم هذا السباق المحموم في الأسعار روبير، صح؟ هذا ما يمكن استنتاجه، يعني على هذه الحكومات اليوم أن تغطي ما قدمته. ولكن لماذا السرية والتكتم على بنود العقود الموقعة مع شركات الأدوية للقاح الذي يعتبر أعلى ثمنا من لقاح آخر؟ يذكر أن العديد من الحكومات وأهمها الأمريكية وأيضا الحكومة الروسية فضلا عن الصينية والبريطانية وقعت اتفاقيات مع عدد من الشركات ضمن مجموعة الشركات 24 التي تختبر حاليا لقاحات مضادة فعالة، بما في ذلك أيضا لقاح مرشح واعد أيضا طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا. لكن معظم المشترين من الحكومات رفضوا الكشف عن السعر المدفوع لكل جرعة والمتفق عليه ضمن العقود الموقعة سابقا، لتأتي آخر المعلومات بأن مرشحي لقاح بايو إنتك وفايزر يحتاجون إلى جرعتين لكل شخص بتكلفة 40 دولار للقاح، فيما تخطط شركة موديرنا لتسعير لقائحها لفيروس كورونا لجرعة واحدة لكل شخص بتكلفة من 50 إلى 60 دولار. كل هذه المعلومات السرية والتحليلات الجديدة تؤكد إذن أن أسعار صفقات الشراء المسبق للقاح المنتظر تختلف اختلافا كبيرا وفقا لما هو مدرج في الاتفاقية السرية بعد تمويل الحكومة الأمريكية الأبحاث والتجارب السريرية، وذلك لتوسيع نطاق تصنيع هذه اللقاحات وبسرعة. شكرا لك روبير على هذا العرض الخاص بالسباق المحموم المتعلق بأسعار
لقاحات فيروس كورونا المنتظرة. الثابت فضيلة بأن ربما الدول الأغنى أو الغنية أو التي لديها قوة اقتصادية هي ستنال اللقاح أولاً أقله في العام الأول للإنتاج. شكراً روبرت.